هلا حبايبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. ارحب بكم بقناتي مره ثانيه، وفيديو اليوم هو مفضلاتي لاخر فتره، ان شاء الله يعجبكم. ولا تنسون تسووا لي لايك وسبسكرايب. اول شي راح نبلش بالبلاش اللي هو من فلور مار، طبعا يكون لوسي يناسب البشره الدهنيه مثل ما تشوفون. اللون مالته مثل ما باين انه فاتح، بس هو على البشره ينطي لون كلش حلو، يعني ما نقدر نقول عليه لا قوي ولا فاتح. ونجي على قلم الكحول اللي هو من بيل ووتر بروف، يعني سهل بالكتابة وسواده كلش حلو. اسوي لكم سواتش مثل ما تشوفون. وعندنا الكونسيلر من ال اي جيل برو كونسيل، طبعا انا يعني الدرجة مالتي مثل ما تشوفون كريمي بيج. هواية بلوجرز ويوتيوبرز متحوبي وقارنوه بكونسيلر ماك، فعلا تخطيطه كلش حلوة وناسبني. نيجي هنا على الليب جلوس من فور ايفر 22 رقم 3 طبعا مات مناسب للدوام، او اذا كانت عندك طلعة او مناسبة لونه كلش حلو. عندنا هذا القلم الابيض الكريمي من كيس بيوتي رقم 1، اسوي لكم سواتش بي كلش حلو وسهل بالكتابة، يعني اذا ردنا نبرز لون شادو على الجفن المتحرك، يعني مجرد نضيف اول شي نخلي من هذا القلم وبعدين نضيف لون الشادو حتى يبرز. اغلب الشادوات تكون عندنا مثل التركواز، اللون النيلي، يعني تقريبا تكون مظلمة، فنحتاج انه اللون الابيض حتى نبرزها. عندنا البرايمر من كاترس طبعا فالشي كلش حلو وملمسه كلش حلو وسهل يعني الامتداد، يعني نمده على الجفن كلش حلو مثل ما تشوفون. وعندي هذا القلم المفضل من ايفر بيوتي طبعا رقم 5، بس اشوف لكم اياه مثل ما تلاحظون خلصان. باعوا لونه جد حلو تقريبا باغلب ويا اغلب الشادوات يرهم، ويعني لون مميز ويناسب البشرة وطبيعي. وللأسف يعني دا ادور عليه صار كم يوم بس مدى القى نفس اللون، يعني لونه كلش حلو. وعندنا هنا الشادو من ميلاني مثل ما تشوفون بدرجتين للشادو هايلايت، هنا رقم 3 دارك، يعني واكو بعد بي ارقام كلش حلو، يعني ومثل ما تلاحظون بهذه الفرشة المشطوفة للرسم وملقط، اذا احتاجيتو تستعملوه، او الهايلايت هذه الفرشة اذا احتاجيتو تستعملوه كشادو. وعندنا هذه الفرج اللي طبعا ما استغني عنها واللي فعلا يعني فتشي كلش ممتاز، اللي هي هذه الفرشة من ريل تكنيك، طبعا انا غاسلتها لشوفوها منتوفة هيج، رقمها 301. هذه فرشة الفلات كونتور اسمها، فتشي خيالي بالكونتور على تحت عظمات الخد كلش، يعني تنطيش نتيجة كلش حلوة بدون ما نحتاج دمج هواية ونخلي خط وما اعرف ايش، هي تقوم بكل شي. وعندنا هذه الفرشة اللي هي للبلاش ايضا من ريل تكنيك رقمها 300 كلش حلوة، ونقدر نستخدمها للبرونز. وهذه الفرشة من نكد 3 طبعا كانت ويا الباليت مال نكد 3،
يعني ما أقدر أستغني عنها، فتشي خيالي خاصة كسرة العين، يعني نستخدمها اللون الانتقالي، وبها الجهة الثانية مثل ما تشوفون إذا حبينا نخلي شادو على الجفن المتحرك، وهذا هذه الجهة. وعندنا هذه الفرشة من كاتريس، طبعا يعني فتشي كلش حلو. إذا حاولت أدمج بال يعني شلون أقول لكم، يعني كسرة العين، المجال اللي يكون يم كسرة العين تحتاجين إلى دمج، فما تفيدك الفرشة هذه كلش. يعني إذا تريدين تقوين اللون فهذه أفضل، تكون قصيرة كما تلاحظون، وبها من الجهة الثانية اللي تقدرون تستخدموها للآيلاينر، تستخدموها شد الحاجب. وعندي هاي أيضا من كاترس هذه الفرشة لما تشوفون، إذا أردنا نخلي شادو على الجفن الأسفل للعين، يعني هذا اللون إذا كان قوي نريد نقوي نستخدم هذه، وإذا أردنا ندمجه نستخدم هذه أيضا من كاترس. بعد شنو عندنا؟ هذه البرش إيج، طبعا فتشي كلش ممتاز وسهلة بالاستخدام، وساعدنا إنه نغسل فرش هواية بوقت قصير. أكيد الدبلاينر من فلورمار ما استغني عنه، صار كذا سنة أني أستخدمه، ثابت وسواده فاحم وسهل بالاستخدام. بس إيش أسوي لكم سواتش من عنده مع اللون والسواد، فتشي تحفة، وطبعا سعره جدا رخيص. بعد شنو عندنا؟ عندنا هذا الكريم فيتامين اي، طبعا فتشي خيالي، يعني تقريبا بروتيني للعناية بالبشرة، يعني اليومي بالليل إذا كنت مستخدمة الغسول أغلب الأوقات أخليه من عنده. يعني تقعدين الصبح تلقين بشرتش نظرة ومترطبة وفتشي، يعني تحسين بالنتيجة. وعندنا هذا الغسول اللي آني من مستن، طبعا يعني حب الشباب أكيد، يعني فتشي خيالي بصراحة، حتى المادة مالته أو ملمسها، يعني تاخذين فتشي كلش بسيط وتسوين منه رغوة وتغسلين بشرتك رأسا، تحسين فد بياض وترطيب كلش حلو، يعني دائما استخدمه بالليل. وعندنا هنا من لوريال هاي زيوت السبعة، من زهور نادرة طبعا الجميع أنواع الشعر، تاخذين فتشي جدا بسيط بعد ما تغسلين شعرك للأطراف وللجذور. وعندنا هذا السكراب من ستيفز بالمشمش، طبعا فتشي روعة لسبب انه ما تحسين بالجفاف، كأنه ما بي مرطب، ويا ما تستخدمين بي مرطب. وهذا التونر طبعا من نفس الشركة اللي هي شركة الغسول، يعني كلش نوعيته زينة ولطيف على البشرة، وبنفس الوقت يعني تحسي انه ده يشتغل صح. عندنا هذا الغسول المناطق الحساسة، طبعا اكيد هم فوم، يعني كون رغوة وريحته كلش 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 طيبة. وطبعا هذا فتشي عشق اللي هو ريموفر من فلورمار، ما يجفف الأظافر وريحته كلش طيبة، يعني أنصحكم باستعماله. وعندي هذا الفاونديشن من لوريال انفيلبل، طبعا يكون مات، أني درجتي بورسلين 10، طبعا تاخذين في شيء جدا بسيط من عنده يغطيلك البشرة كلها وتغطيته كلش حلوة، تقدرين يعني انتي تتحكمين بالتغطية مالته.
بعد شنو عندنا؟ هذا السبراي للشعر الكيرلي، يعني يحافظ لنا على الشعر انه يبقى كيرلي، وبنفس الوقت الكسرة اللي انتي مختارتها يحافظلش عليها. طبعا هنا عندنا بودرة جونسون، اني جربتها مثل ما قلت لكم، راح اجربها كلوس باودر بعد الكونسيلر، والنتيجة فعلا خيال، يعني ما خطط ولا تكتل ولا اي شيء، وبقى محافظ لي على نهاية الاستخدام. عندنا هنا هذا الغسول من دورمافيفا، طبعا البشرة الدهنية، يعني انا بشرتي دهنية، كلش حلو ولطيف على البشرة وملمسه حلو وريحته كلش طيبة وينطي ترطيب كلش كلش حلو. عندنا اللوشن من نيفيا، لوشن من نيفيا للجسم، يعني فتشي روعة، البشرة بسرعة تمتصة وتحسين بالترطيب فعلا. هنا عندنا بالأملاح البحرية، عندنا نشوفهم، وعندنا زيت جوز الهند. طبعا هذا المنتج سحري للشعر، للبشرة، للحواجب، للأظافر، لكل شيء، فتشي روعة روعة روعة. وعندنا هذا الكحول الطبي اللي أنا أستخدمه دائما ويا الديرمارول، أو إذا حبينا نعقم الفرش بعد ما نغسلهم، هو يكون سبراي يعني بخاخ، يعني كلش سهل الاستخدام وما يأذي البشرة. وهنا عندنا هذا مزيل المكياج اللي يشتغل على 5 شغلات، يزيل المكياج، ينعش البشرة، يرطبها وينعمها ويعيد التوازن، اللي هو يكون حليب منظف للبشرة من لوريال، يعني فتشي جدا روعة أنصحكم به. وعندنا هنا غسول الجسم من بالما أوليف، طبعا بالشوكليت، فتشي رائع، الريحة خيال، طبعا ما أقاوم ريحته، وبنفس الوقت ينطي ترطيب كلش كلش حلو. وهنا أنا مشوفتكم مسبقا اللي هو الجل لاينر من إيفر بيوتي، طبعا ألوانه كلش حلوة، اللي هو سويت لكم قبل بي سواتش، اللي هو الأخضر والأزرق والجوزي والأسود، وطبعا وياه فرشة اللي هي هذه فرشته، ما ادري اشوفهم، والوانه كلش حلوه يعني، وسعره جدا جدا رخيص. وعندنا هنا الكونتور باودر من ايفر بيوتي، طبعا انتوا اكو منتجات طبعا تلقوها رخيصه، بس الظاهي منتجات ماركة هواية ويمكن أحسن. وعلى الألوان فتشي روعة، ويا طبعا هنا فرشة، بس أنا شلتها ما حبيتها، وأكيد الإضاءة من The Manizer Sisters اللي هي ب3 ألوان تكون مثل ما تشوفون، طبعا جدا مناسبة للاستخدام اليومي، يعني تعكس من تتحركين او يعني تميلين تبين الاضاءة في شيء طبيعي وكلش حلو. طبعا وهاي المفضلات الاخر فترة جمعتها لكم، اعرف هواية وانصحكم بيها، يعني للامانة انا مجربتها وحصلت نتيجة روعة، وإن شاء الله يعني تعجبكم، وأتمنى تجربوها وإن شاء الله تنال استحسانكم. وأكيد ما تنسون إنه أنا أحبكم، وهم لا تنسون تسوي لي لايك وسبسكرايب، وباي باي.